عندنا اليوم ان شاء الله مع عداد مع الغوص، ايام الغوص. الغوص طال عمرك اول يصيرون 4 أشهر و10 أيام يصيرون محامل يغوصون الهيارات. زين احنا صرنا الغوص. الغوص هذا طال عمرك اول كان المحار يقطونه من الغوص يحطونه في الدين. هذا الدين يسمونه، هذا اسمه الدين، وهذا فطام. الاوليين ما عندهم الا فطام، هذا لا عندهم سلندر ولا شيء، فطام. وهاي المفلقة مال الغوص اللي يفلقون فيه المحار، وهذا الميزان مال الوزن اللي يسوون فيه لولو. هذا الدين وهذا الايدي، هذا السيب يوقف ويضرب على الغيص، هاي يسمونه ايدي. هذا الحصاة مال الغوص، هاي الحصاة اللي تودي الغيص تحت، تودي في القوع. زين هذا اسمه زيبن، هذا زيبن، وهاي الحصاة مال الغوص مال الغواص. زين الحين طال عمرك غصنا وجبنا المحار وبنفلق ان شاء الله، بنفلق وبنشوف الحظ ان شاء الله. هاي طال عمرك طلعت لينها لولوة، هاي سموها لولوة في المحارة. هذا محار طازة طري، ما نقول لك يعني شو اسمه ولا شيء، من البحر جايبينه وفلقناه من البحر. شوف هاي اللولوة، هاي اسمها لولوة قماشة، قماشة غير واللولوة غير والحصباء غير والدانة غير، كل حجم أكبر أكبر من شو اسمه. هذا طال عمرك هاي أصلا بنفلك ثانية نشوف إن شاء الله الحظ. هذا كله محار مال طالعين من البحر، وإن شاء الله حظكم. هذا الله يسلمك، ها هذه فلقناها، هاي ما فيها شيء. شوف مش كل المحار فيه، تجمع لك يعني بتوع 20 30 40 محارة، يلا يطلع لك في هي محارة واحدة أنت والحظ. هذه محارة ما فيها شيء. الثانية نشوف إن شاء الله الثالثة. هاي حصلنا فيها واحدة بعد، ها شوف هاي بعد حصلنا. واللولو لما تطلع تطلع هنا، ما تطلع هنا بالهذا، تطلع بطرف اللي اسمه المحارة، هنا بطرف المحارة تطلع اللولو. هاي اسمها لولو، هاي تطلع طرف المحارة. شوف هذه، هذا كله لولو مال الغوص مال أول سنين. الأول ناس عاشت على هذا المحار، على هذا الشغلة. الغوص كان هذا هو اللي أبواتنا وأجدادنا، وإحنا علمونا، إحنا تعلمنا منهم، وإحنا إن شاء الله نعلم الأولاد والشباب، نقول لهم هذا تراث مال أول أجدادكم وأبواتكم اللي عاشوا على هالشغلة. هاي الماضي اللي عايشوا عمان وعايشوا أجيال، عايشوا بيوت، عايشوا كل شيء على هذا الغوص والبر والبحر، هذا عاشوا أبواتنا. زين الحين الحمد لله كل شيء خير، تفضل مرة خير الحمد لله رب العالمين. الحين لما الله بشيوخنا الحين هذا طال عمرك المحار هذا كله مال غوص. أنا بقول لك هذا بعد واحدة نفلك بنشوف بعد، هذه ما فيها شيء. شوف ما حصلنا، هذا حجم كبير لكنه ما فيها شيء. شوف ما فيها، هاي ما طلع فيها شيء. حصلنا فيه هنتين وهنتين ما حصلنا فيها شيء. هذا جبنا المحار عشان نفرق نشوف نراويكم. هذا الميزان مال اللولو اللي كان نوزن فيه لولو. شوف هذا الوزن هذا، ونحط اللولو هنا داخل الميزان، داخل الميزان ونوزنه، ها نوزنه. هذا زمان اول الميزان هذا واللولو، وهذا الوزن مال اول. اجي الطواش لما يشرع المحمل، اجي الطواش يوقف، ها انا اخذ شو عندك؟ قال عندي حصباء ولا عندي دانه ولا عندي لولو ولا عندي شيء. قال لي يلا ثمن له. زمان اول 100 200 500 الف ريال كان الاول، 1000 درهم يوصل الكبار. اما الحين لا، الحين ملايين. الحين وين؟ الحين ما تحصل، وبتغوص ما تحصل. انا هذا مال اول في الهيارات، الهيارات بتبرع ناس تروح 4 أشهر و20 يوم، يخلون بيوتهم، يخلون عيالهم، يخلون اهلهم. زين علشان الشغله هاي، عشان يربحون يجيبون هذا. يجي الطواش هناك يجيهم البحر يشرعهم، وناخذ فوق
اما يطلع الولوة ولا شيء يفرح النوخبه، يفرح الغاصه، يفرح السيوب، كل شيء. هذا زمان اول، هذه زمان اول طال عمرك. انا حياتي ابوي على قصته يقول زمان اول هذه شغلتنا احنا، البحر الغوص والدوابي والمدويش كلها هاي شغلتنا زمان اول. وعلمونا احنا ما متعلمين اول، لا نعرف ولا شيء، تعلمنا منهم. طبعا انا مارست ويا ابوي، صرت وياه وصرت بالكويت، كنت صرت بالكويت وصرت دشيت الغوص وياهم، بس تباب ما صرت غيص ولا سيب، تباب. التباب شو يسوي؟ تباب يحط له قرقور في الصدر المحمل ويتوحه، بس يتوحه يوقف لمده 20 دقيقه ولا 30 دقيقه، شله يحصل فيه سمك حق الغداء، حق غداهم. هذا التباب شغلته. والغيص احد منه احد منه، خمسه منه خمسه منه يغوصوا. انا ما اقول لك، والسيوب وهذا كلهم. زمان اول وش؟ هالكبر سحها، سحها هالكبر زمان اول، هالكبر سحها يعطوك لا شيء برتقال، لا شيء موز، لا تفاح، اول شيء هذا سحها هالكبر زين؟ بل ريجك هذا وتشرب لك قبعه هذه ماي، حطيه داخل فنطاس، هذا فنطاس يسموه، هاي يسموه فنطاس، ماي متروس، يحطون القبعه داخل ويجيبها ويقوم يشرب بها. شرب هاي القبعه هذه. أنا بقول لك يشرب قبعة واحدة وين تكفي، يروح يغوص ويطلع ويرد، وما كل حين كل يطلع يشرب، لا شرب مرة واحدة خلاص بل ريقة يعني، وأعطاه تمرة هالكبر وخلاص، هذيك واحدة تكفي ليل الظهر. يوم الظهر قال لهم يلا الظهر قفلوا خلاص، قعدوا وجابوا الغد وحطوه وتغدوا وردوا ونزلوا مرة ثانية ليل المغرب. المغرب بعد طلعوا قال لهم يلا وقت الصلاة يطلع حق يصلوا، صلوا الظهر يصلوا العصر، لازم الصلاة. بعد الصلاة يروح يغوصوا. طلعهم عاد قعدوا بعد العصر المغرب، قال لهم يلا يفرقوا. جمعوا المحار مكان راحوا تداوروا. وغيصوا والسيوب، وقاموا يفرقوا، كل واحد عنده مفلقة ويفلق. قابض المحار وهذا بيديه ويفلق. يفلق ويتوح، يفلق ويتوح. تطلع الحد يطلع له دانة، حد ما يطلع له شيء حد، لا. هو الحظ. أما السيار يحصل، سيار ما يحصل. هذا زمان أول هالشغلة طبعا. هاي الشغلة. هذا لما نول القصة هذه، إنه كان سيار في أربع محامل عنده محمل سيار ما حصل، سيار يحصل هو ما يحصل، يزقر عليه ما بعيد يعني، هذا هنا وهذا هنا، يعني ها وخبر شو حصل؟ قال ما حصل شيء، وانت قال الحمد لله زين. هذا له طال عمرك من يستوي الظهر، قال لهم وخبر فوق صلاة، طلعوا وصلوا. هذاك يغوص 24 ساعة متى ما يطلعوا، ومن يستوي العصر قال لهم يلا صلاة، طلعوا. من يجي المغرب قال لهم يلا صلاة، ما يخلون صلاة زين. هذاك يحصل كل شيء، قال يوم بالباشا ما يستوي ما حصلنا، قالوا خلاص، قال انت قابل لنا كتلة، طلعوا صلوا وكل حين، طلعوا صلوا وكل حين، احنا العصر الظهر ناس غوص واحنا ما نحصل شيء، قال شو اسوي لكم؟ انتم تكفروا؟ قالوا لا بس زين. قالوا زين باكر ما نباكم تصلوا، لا تصلوا، استغفر الله العظيم توبه. قال باكر لا تصلوا بنشوف. ما صلوا الظهر ما طلعوا، قاموا يسقفوا البحر يلقطوا محار وهذا ويجمعوا ويجمعوا يصبوا، الظهر ما صلوا، ولفوا المحار وهذا. يوم العصر قال لهم يلا الحين، قالوا احنا بنفلق بس ما نغوص بنفلق، محار يكفي هذا. راحوا يفلقوا، يوم فلقوا حصلوا حصباه يسمونها يوهره، هالمثل كبر هذه، كبرها يوهره، حصلوها في محاره واحده زين، طلعت المحاره. قال بشار نوخذ عاد وين؟ نوخذ على السيوان واقف فوق هناك يطالعهم يشوف احد حصل شو ما حصل. قال بشار قال نعم، قال حصلنا حصبه. قال زين حصلته؟ قال ايه. قال يبوها، يا ابوها اعطوا نوخذ. قال الله ثمينه هذه تكفيني، يقول لي اربع اشهر ما غوص كفينا، هاي ملايين فيها. قال زين والحين؟ قال خلاص راحوا تحت الغيصه والسيوب وهذا. قال لهم جماعه، قال نعم، قال لهم يوم اللي حصباه بكفر ما نباها، ورها قبضها ورها في البحر زين. عندما ورها في البحر شعري هناك يدور سمت يا شعري، صرتها صرت الحصباه هذه، شافها تلمع صرتها هناك الباب حط قرقور، دخل في القرقور، دخل في القرقور. يوم الظهر قال له خذ تباب شيل القرقور نبغى غد اليوم، شله القرقور وشاف الشعري هذا
من انا قرقور. قال له شعري انه خلاص حصلنا. قال زين كفي يلا قطعوني باحده. زين يوم قطع صاروا يشقوا بطنه شافوا الحصباه هذه ميان الشعري في بطن الشعري حصباه اللي هو تعال الحين حصلوه ما شاء. قال له الحين حلال نخبه. قال لهم يا جماعه قال لهم ها قال لهم الحين حلال الله اعطانا حلال. شوف الله اعطانا سبكه وفيها حصباه حلال يابها ما يابها كفر يابها حلال. قال والحين تمام حصلوا. شوف هاي قصة هاي عجيبة يعني قصة هاي يرويها لنا أبوي من أول في الغوص ناس تسيس غوص وفي من ناخذ ما يداروا على الغيص والثيوب في يضربوهم يسووهم ينازعوهم. زين 14 10 أيام أنت في البحر في الغبة خلي أهلك وبيوت بيتك وعيالك وكل شيء زين عشان تحصل نصيب. اسمع هذا الغوص زمان أول الغوص طال عمرك الغوص لازم هي. غوص هذا شديد يعني الواحد إنسان بيغوص له 15 باع ولا 12 باع ابن سم واحد والفطام هذا في الخشم زين متوسخ لابس سروال وفانيله ويغوص وحد متوسخ زين لا يخاف من يريور ولا شيء ولا يوالمهم هوامش يوالم كل شيء لكن بالحظ بس إنسان. شوف هذا الغوص طال عمرك هذا واحنا إن شاء الله اليوم نسوين لكم ما جاء حاجات مع هذا الغوص ونراويكم ونراوي الجمهور ونراوي الجماعة عشان يعرفون هذا مال أجدادنا وأبواتنا وإحنا طال عمرك تعلمنا من أبواتنا وأجدادنا وإحنا بنعلم أجيالنا الحين عيالنا علمناهم والأجيال الحين علمهم مدارس يجون نعلمهم أي ناس يجون من برا نعلمهم نقص لهم القصة والهذا وكل شيء. هي قصة الذيبة هذه بقول لك طويلة قصة الذيبة هذه الذيبة هاي تشوفها هاي اليريور هاي ذيبه اسمها ذيبه مو اسمها يريور ما اسمها قرش يسمونها قرش الابيض لكن احنا نسميها ذيبه. هذه ايش سوت هذه؟ غيصه يغوصون خمسه منه وخمسه منه زين؟ ناخذها فوق طلعوا الغيصه كلهم يوم الظهر طلعوا كلهم واحد اخر ما طلع من الغيصه واحد اخر قال لهم ناخذها وين ربيعكم؟ قالوا ما ندله طويله ما يستوي غيص وياكم قال ما ندله احنا طلعنا زين وتموا قاعدين يستوي نص ربع ساعه الا مبقم لهم هناك مغفي فوق طالع مغفي بروح هاد الدين ولا زيبن ولا هذا كله عاقل ما يحس بالسيب راقد السيب يقول لا انا ما راقد انا ما نبر لو نبر كان بضرب عليك انا ما نبر غفى فوق هناك. هي اصلا شو تسوي؟ هاي تابعت لنا ذيبه الغيص تابعت لنا ذيبه وما يقدر يتحرك اذا اتحرك بتمشي بتكمشي بتاكله لكنه ما يقدر غفى فوق تم. قال انه خلاص انت كيفك احتال الحين عندك حيل احتال انا الحين خلاص بين روحين لاني ميت ولا لي حي. قال له ما يسوي قال نعم قال لي الغيصه والثيوب رفوا الشراع بطلوا الشراع من الفرمن وحطوا للفرمن حبل نزلوه في البحر له عشان يربطوه هنا ربطوه هنا قالوا احنا بنربطك هنا وبيدور عليه الربع مني 10 اوفار وبيقولوا بك زي الميزان تشوفها راحت عنك عدت اشاره. قال ان شاء الله شويه وعطوا الحبل برا يوم شوي والله تكلموا قال ها قال الحين راحت قول بامرك. يوم قالوا به بنص الدقل قحمي اللي جابته بنص الدقل قصته بنصين بالنص. هذا ابوي يحكيها علي انا يوم حياته قصته برا بالنص بالنص من الدقل مره جابته زين نوخذ قال على هذه يوم انك حطيها ذاك هذا بعد سهمش وحط علم اسود وقال خلاص قفال روحوا. هذه قصة الغوص قصة الغوص وقصة الذيبة وقصة الحصباء وقصة شو اسمه هذا زمان أول هذا الناس عاشوا على هالشغلات هذه لكن الواحد شو يسوي العيشة هذه العيشة توديك على خطأ على شيء لكن الإنسان زي السيارة ناس يعني يطير سيارته وما ذي يقولوا انقلب يا أبو متوفي هذا كده غوص نفس الشيء يا ابو واحد ولا من خلال يريور ولا سكران طاح النبر. وهذا طال عمرك قصة الغوص واحنا ان شاء الله قصينا لكم هذا والناس تسمع والجمهور والحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.